السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا طلاب الصف الرابع الابتدائي، يونت 4 ليسون 2 بيج 16. علمنا في الدرس الأول إن إحنا نستخدم I'm going to، هذا celebration. I'm going to eat. I'm going to wear. سوف أرتدي. في الدرس دوت هنتعلم a necklace from your uncle، سلسلة من عمك. She is sleeping، هي تنام، ده في المضارع المستمر. It's a new blanket، هي تكون بطانية جديدة. clever الكلمات يعني ذكي. grandma الجدة، grandpa الجد، tired متعب. هنسمع مع بعض يا أولاد ونقرأ. بعد ما سمعنا يا أولاد هنقرأ تاني مع بعض. هنا بيقول لي Hello Grandma، أهلا يا جدتي. This is for مها، هذا يكون لمها. قالت Thank you، شكرا لك. بعبر عن الفخر أقول له Thank you. طيب Look مها، انظري يا مها. A dress، some socks and some earrings from your cousins، فستان، بعض الشرابات وبعض الحلقان من عماتك، أعمامك وأخوالك. And a necklace from your aunt and uncle، وسلسلة من خالتك وعمتك، من خالتك أو عمتك وعمك أو عمتك، أو من أو عمك أو خالك. She likes them، هي تحبهم. This is for me، this is from me، هذا مني. قالت It's a new blanket، إنها بطانية جديدة. بريني، you are clever، بريني أنت تكون ذكي. Thank you everyone، شكرا لكم جميعا. مها likes the presents، مها تحب الهدايا. She is sleeping، هي نائمة. Yes she is tired now، نعم هي متعبة الآن. هنستخدم who is، من يكون، وهنا grandma. أقول she is mom's mother، هي تكون أم ماما. Who is grandma؟ من تكون الجدة؟ She is mom's mother، هي أم ماما. Who is aunt أمينة grandma؟ من هي خالة أمينة؟ أقول She is Maha's sister، هتكون Maha's mother، هتكون mom's sister أخت ماما، وهتكون Sara's aunt، هتكون عمة سارة، خالة سارة. مها تقرب الخالة أمينة، تبقى أم مها، وتبقى أخت ماما، وتبقى خالة سارة.
يبقى انا هنا قلت she is، حطيت اسم اللي احنا اللي بيقرب له هتقرب ايه لمها، هتقرب لمها انها امها، هتقرب ايه لماما، هتقرب لماما انها اختها، هتقرب ايه لسارة، هتقرب لسارة انها خالتها. امر في منتهى السهولة، اللي هيقرب للواحد هيقرب لمين، يقرب له ايه. خلاص. Who is Uncle وليد، من هو العم وليد، ها او جراندبا، هو اللي هيقرب لمين، هيقرب لمين ويقرب له ايه، هيقرب لمين لمها، هيبقى عبارة عن ابو مها، وهيبقى عبارة عن يقرب ايه لناصر، يقرب لناصر ان هو عمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.